السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السابع نايم ورا زي ميسي، ممكن يكون ميسي في المستقبل ولما لا. البلايلي والضربة اهو راحت للنجم الجزائري الكبير فنتاتو اللي موجود في الخط الامامي. رجع المنتخب اللبناني بكامل خطوط اقصى اليمين معاهم بن عياده، ياسين الابراهيمي هنا ناحيه بلايلي، يغير اتجاه اللعب، معموله بالونه مش حلو. اقصى اليمين البلايلي من جديد الى بن عياده، ادي الاماميه سهله. 12 دقيقه، مين هيصوب؟ البلايلي يصوب ولكن الى ضربه ركنيه اقصى اليمين. حط جسمك فيه كده خلاص. بلايلي واحد من هؤلاء مهاري وابدع، ابدع تماما ومع الريان. اوهو يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، يا مهريه لهذا النادي الكبير هنا في قطر بل وفي الخليج كله. تاني تحضير والتصويب يا ولد يا جماله. شوف الجزائريين بياخدوا الكوره بسرعه ومحبيه في كل مكان. الضربه الحره ولكن المرتده اللي بيبحث عنها المنتخب الجزائري. شوف السوداني نص ملعب للبلايلي، عندوش مشاكل، واحد على واحد بالنسبه له عاديه جدا جدا، كانه بيهزر يعني. حسام مرزق، حسام ارتكاز تاني، يرجع ورا تاني على طول. بلايلي حافظها، بيغير الاتجاه. البلايلي العكسيه يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي، لكن اوف سايد اوف سايد اوف سايد اوف سايد. بغداد بنجاح، بليلي حافظ اللعبه دي، بياخد مشوار طويل على ما يروح عند منطقه الجزاء. هتاخد على بن عياده الى البليلي، وش رجل الخارجي حلوه حلوه حلوه، لكن برافو 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 برافو. انقاذ خمس لعبه الاخيره، تدخل كويس منتخب لبنان بل خرب. والانسان الجميل سرباح، هذا الانطلاق على طول. الشعبيه ايضا جماهيريه كبيره عليها، والتمركز الكويس الكسندر كويس الا مرات قليله. البلايلي تاني، ادي العرضيه وادي التغطيه. البلايلي بعيد عن المرمى تماما، بيشتغل من بعيد. البلايلي الكره العرضيه بتاعته ولكن الاثنين جنب بعض، بغداد وداني جنب بعض. حافظ على كورته كويس، موقف مكرر، شبكة دفاعية، لعب على المساحة، عمق هجومي جميل. البلايلي واحد على واحد على طول، يوسف البلايلي عميقة فعلا، ضغط بقوة، هو راح خدها تاني. محمد الزيني يا سلام يا محمد، وضعنا فرصة، هدف أول، هدف أول يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد. البلايلي بيلعب وش رجله الخارجي دايما. انطلاقة البلايلي، البلايلي بلايلي يقف عليها ولا ايه؟ يعد ويمر، ضربة جزاء يا ولدي، ضربة جزاء يا ولدي، كما فعلها أحمد فتوح. زي ما قلت لحضراتكم، تاني على طول البلايلي، حب مباراة جيدة بالفعل. انطلاقة تانية ومن جديد، ومن جديد تصويبة بعيد على طول إلى البلايلي، كان في اليمين جا في الشمال، يعملها عكسية على طول. الإبراهيمي فرصة تصويبة ولكن فين 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 فين؟ إلى ضربة المرمى، عايزينها ضربة ركنية لكن الحكم قال ضربة مرمى. تاني على طول محاولة، أدي على طول البلايلي وسط الثلاث لاعبين ولكن أدي بغداد. ده بلايلي عنصر المفاجأة، مفتقدين اللي يدير الفريق في البلايلي. والضربة الحرة البلايلي ولكن حائط صدر لبنان من جماهيرهم الكبيرة. تاني على طول الكرة العرضية، منتخب الجزائر اللعينة هو عضو لجنة ورابطة اللاعبين القدامى مع العزيز صديقنا. يا ولد يا ولد يا بلايلي يا رايق يا بلايلي يا رايق، ولكن واضحة الاثنين نجوم كبار طبعا. بغداد لعيب كبير جدا، وتريكا البلايلي واحدة من تصوباته قد نراها. تاني راح نحل. لا تلومني لا تلوم الا نفسك، لسه الفرصة قائمة. مش معقول مش معقول مش معقول مش معقول. مع العراق فازت على سوريا 3-2، خسرت من ايران. دي من بعض الحاجات اللي بيلام عليها كتير، تغيير اتجاه اللعب اقصى اليمين. ولكن الفرديه احيانا بتفارق، يتكلم بصوته عشان بصمه الصوت تحت رؤوس الحربه. شوف البلايلي يسمعوه، ادي الضربه الركنيه اتعملت المره دي على الزاويه البعيده عاليه فوق ولكن بلايلي بلايلي ثلاثه وفاتح صدره ورايح، فاتح صدره ورايح، دي مبالغه
دي مبالغة، دي مبالغة يا بليلي. وبروهاسكا خسارة 2-0، ثم الخسارة من تشيلي 3-3. لا 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 لا. الدور الثاني تأهلت لي والخسارة من الألمان. البلايلي، نعم هذه الانطلاقة الأمامية، المساحات موجودة، الروح العالية والإصرار. البلايلي، هذه البلايلي طولة.